أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. الحق الحق أقول لكم، من يؤمن بي فله حياة أبدية. له يشهد جميع الأنبياء أن كل من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا. كلمة الرب لنا مأخوذة من إنجيل متى إصحاح 26 والآية 31. حينئذ قال لهم يسوع: كلكم تشكون في هذه الليلة، لأنه مكتوب إني أضرب الراعي فتتبدد خراف الرعي. أضرب الراعي فتتبدد خراف الرعية. هاي الآية الكلمات اللي نطقها الرب يسوع المسيح وهو على جبل الزيتون يصلي، وكان عارف إنهم جايين يصلبوه، وصلى وصلى، وكانت ليلة فيها ألم ووجع كثير كثير، حتى إنه قطرات عرقه كانت تنزل مثل الدم. ويسوع يقول لتلاميذه: كلكم تشكون فيا لأنه مكتوب إني أضرب الراعي فتتبدد خراف الرعية. ليش رح تشكوا؟ بقالكم 3.5 سنين ماشي معي، بس لما الراعي يضرب بصير في شوشرة، بصير في خوف، بصير في تفكك، بصير في تبدد تبعثر، بصير في شكوك. ويستخدم الآية إني أضرب الراعي فتتبدد خراف الرعي. هذا المبدأ موجود بالعهد القديم، هذا المبدأ يسوع نفسه استخدمه حتى يعلمنا عن العلاقة بين الراعي والرعي. شوف يسوع يقول عندما العدو يضرب الراعي الذي سيدفع الثمن، ومش فقط الراعي إنما الراعي والرعي معا. الراعي يضرب والرعي تتبدد، والشيطان يحارب الراعي ويحارب الرعاة بشتى الطرق. أمراتني إحنا عندنا هذا الفكر إنه عشان هذا الإنسان راعي كنيسة أو خادم للرب، هذا وكأنه مسيج حواليه محمي، هذا البيك بوس، هذا أحسن واحد فينا. كلمة الرب بتقول هذا أكتر إنسان عليه تجارب، أكتر إنسان عليه محاربات. وإذا الراعي ضرب، وإذا الراعي أذى، وإذا الراعي تعب، وإذا الراعي تآذى، الرعية رح تدفع الثمن لأنها رح تتبدد. ففي علاقة، إبليس بيستخدم أمراض أقرب الناس على الراعي حتى يأذوه، حتى يفشلوه. كتير كنت قاعد مع رعاة بيتحدث سبول لك أنا تعبت، بطل إلي نفس أكمل. واحد بقول لك أنا أعطيت 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 ما حسيتش حدا بيقدر. واحد بقول لك لو بموت ما حدا بيسأل علي. كلام من الشكل، إن كان ده أمريكاني ولا ده كان صيني ولا ده كان عربي ولا كان ده إيش ما كان يكون، بيحكوا نفس الكلام. لأنه الكنيسة تجهل إنه عليها مسؤولية أمام الله أن تحافظ على الراعي، لأنه حين يضرب الراعي تتبدد الخراف.
بدي أورجيكم صورة على التلفزيون، إحصائيات وجدت أنا بالإنترنت، بس هي دراسة معروفة بأمريكا. شوفوا الإحصائيات هاي شو بتقول، شو بتقول. 97% من القصوص بالعالم اختبروا الخيانة والاتهامات الباطلة من مين؟ من قبل أصدقائهم الذين وثقوا بهم. 97%. 70% من القصوص يحاربون الاكتئاب. شو يعني؟ أسيس مفروض يشجع الشعب، هو نفسه مكتئب. 80% يشعرون بالإحباط، محبط ما بدي يكمل. شوفوا هذا العدد، 10% فقط من خدام الرب القصوص يتقاعد وهو في منصب قسيس. شو يعني؟ يعني بيكملش يصير عمره 67 سنة أو 65 سنة، بيطلع بيروح دور له على شغلة تاني. تعرفوا ليه؟ لأنه بيتعب، لأنه وحيد. شوف 78% ليس لديهم أصدقاء مقربين. ألف وخمسمائة أسيس كل سنة أو كل شهر صار يترك الخدمة. 7000 كنيسة تغلق كل سنة. 94% من عائلات القصوص يشعرون ويعانون ضغوط الخدمة لأنه شايفين رب بيتهم اللي هو قسيس وراعي كنيسة مضروب ومتروك ومحبط ومكتئب ومريض. الإحباط والاكتئاب والكل الأمور تؤدي إلى تدهور في إيه؟ في صحته. أضرب الراعي تتبدد الخراف. أمرات نحن منفكر إنه أنا زعلان لأنه الأسيس بيسألش علي. مزبوط، بس بدي إياك تصير تزعل لأنك أنت بتسألش عليه. سأدير بالكم أنا عشان بحكي على حالي، أشكر رب لأجلكم، أنا بحبكم، أنت بتحبوني، بعرف هذا، بس أنا بدي أتعلموا مبادئ ملكوت الله، وبدي تنقلوا هذا الكلام للناس التانين. إحنا بأيامات صعبة، هذا مش بس اليوم، هذا مبارح، هذا قبل 10 سنين، هذا قبل 100 سنة، هذا بألف، قبل 2000 سنة، نفس الشيء. الناس بس مشغولة بحالها. أنت بتمرض بدك حدا يزورك، بس هو لما يمرض فيش حدا يزوره. أنت بتكون زهقان بتروح تسهر تشرب لك فنجان قهوة عند الأخشادي، هو فيش مين يجي يشرب فنجان عنده قهوة. أنت بتفشل في مين يشجعك، هو يفشل فيش مين يشجعه. أنت تتوقع الأسيس يشجعك أو خدام الرب المسؤولين يشجعوك ويصلوا معك، تخافش أخونا الرب رح يرتب، تخافش كذا كذا. هو لما يصيبه شيء مين دي يقول له تخافش؟ شوفوا 78% من القصوص مكتوب ليس لديهم أصدقاء مقربين. تعالوا أثبت لكم يا تالي كتابيا، افتحوا معي إنجيل متى صح 26 والآية 56. وأما هذا كله فقد كان لكي تكمل كتب الأنبياء حينئذ. اسمع، تركوا التلاميذ كلهم وهربوا بأشد المحنة، بأشد الضيق، بأشد المصيبة، بأشد الوجع. لما كان هدول الثلاث سنين اللي قاعد معهم ويعلم فيهم ويأكل معهم ويصلي لأجل مرضاهم ويشفي أهلهم ويشفيهم ويعلمهم عن الملكوت ويصنع المعجزات ويطعميهم، لما شافوا الجيوش ولما شافوا رؤساء الكهنة جايين حملوا حالهم وفلخوا. تخيل شعور الرب المجد. نحن عم نحكي عن يسوع، كيف شعر لما شعر كل الناس اللي على الأقل يا أخي واحد زي بطرس، واحد يوقف يقول أنا معك، كل انهاروا.
في العدد 40 شوفوا شو بقول. ثم جاء إلى التلاميذ فوجدهن نياما فقال لبطرس أهكذا ما قدرتم أن تسهروا معي ساعة واحدة؟ لما راح يصلي رجع لقاهم نايمين. قال لهم رجع يصلي رجع لقاهم نايمين. بقول لنا الكلام أهكذا ما قدرتم أن تسهروا معي ساعة؟ صرت معكم أيام، صرت معكم سنين، ما قدرتوش ساعة؟ في أشد اللحظات لما صرخ وقال يا أبتاه ابعد عني هذا الكأس قد ما فيه وجع. المقربين ليله مش موجودين ولكن موجودين. مش بس يسوع، شوف بولس تيماثاوس الثاني 4:9. بولس بقول لتيماثاوس بقول له بادئ أن تجيء إلي سريعة. تيماثاوس أنا محتاجك أنت يا بولس اللي بتشفي المرضى وبتمشي الشياطين وبتبشر والله مستخدمك، محتاجني أنا؟ آه أنا محتاجك. ليه؟ اسمعوا ليه الآية 10. لأن ديماس قد تركني إذا حب العالم الحاضر وذهب إلى تسالونيكي وكريسكوس إلى غلاطيا وطيتوس إلى دلماطيا، كل واحد راح على محل، بس أنا ديماس كان معي، حب العالم، لا الدنيا حلوة برا، شو لضلني ماشي مع بولس كل الوقت بسجوني وكل الناس بتركض وراه وبيبشر، شو العيشة هاي؟ شوف الآية 11، لوقا وحده معي، خذ مرقس واحضره معك لأنه نافع لي للخدمة، واحد بس لوقا معي. في نفس الرسالة الآية 16، نفس الإصحاح 4:16، في احتجاج الأول كان عنده محكمة. ليه؟ لأنه بكرس بالإنجيل. شوف محلاه لو مسكوا الأخ يوسف وحدوه على المحكمة. وليه؟ لأنك أنت بتبشر، بتنزل له 50-60-70 أخ وأخت واقفين بالحاكم، لا ما بنقبل، هذا ما عمل الظلم، ما عمل خطيئة، بس كرس برسالة المحبة، برسالة التسامح، برسالة العطاء، هيك مفروض ينعمل. شو بقول لهم؟ في احتجاج الأول لم يحضر معي أحد. وين اللي بشرتهم؟ وين اللي رعيتهم؟ وين اللي صرت انت وياتهم؟ وين اللي اشتغلت عشان تطعميهم؟ وين المصاري اللي اعطيتهم ياتها؟ وين المحبة؟ كله تبخر. في احتجاج الأول لم يحضر أحد معي، بل الجميع تركوني. بس يلا لا يحسب عليهم. هذا إنسان وحيد ولا مش وحيد؟ أضرب الراعي تتبدد الخراف. إذا الراعي بيكون سليم الرعية بتكون سليمة. إذا الراعي تعبان كيف بدي يعتني فيك هو تعبان؟ إذا الراعي مكتئب كيف بدي يدير باله عليك هو مكتئب؟ إذا الراعي متفشل كيف بدي يرعاك هو متفشل؟ اضرب الراعي بيخلص عليكم الشيطان. شوف الإحباط، كورنثوس الثاني الإصحاح الأول والآية 8. فإننا لا نريد أن تجهلوا أي الإخوة من جهة ضيقتنا، في عنا ضيق بولس بول، التي أصابتنا في آسيا حتى أننا تثقلنا جدا فوق الطاقة، بطلنا نقدر نستحمل حتى أيسنا من الحياة، ما بده عيش بعد. قال التقل كان علينا كتير حتى بطل بدنا نعيش. معقول خدام الرب يوصلوا لهيك؟ بولس إذا في لاهوت نعرفه بسبب هذا الإنسان، شوفوا قديش بقول أيسنا، يعني يئسنا من الحياة. كيف تتوقع من واحد يأسان يشجعك؟ كيف تتوقع من واحد مريض يوقف معك بمرضك؟ شوفوا عبد الرب موسى بسفر العدد صاح 11 والآية 11، قال موسى للرب لماذا أسأت إلى عبدك ولماذا لم أجد نعمة في عينيك حتى أنك وضعت ثقل جميع هذا الشعب علي؟ موسى عم بيدمر بيقوله شو عملت لك يا رب؟
كل الشعب حطيته على راسي. شوف شوف الآية 13، من أين لي لحم حتى أعطي جميع هذا الشعب؟ الكل بيقول له موسى بدنا نأكل بدنا نأكل بدنا لحم بدنا لحم. شو أنا مصنع لحم؟ شو أنا مصنع خبز؟ شو أنا بنك؟ شو أنا إيش؟ هذا لسه يعني موسى طفرت معاه لولا الله وشحطة. شوفوا الآية 14، لا أقدر أنا وحدي أن أحمل جميع هذا الشعب لأنه ثقيل ثقيل علي. في ناس لازم تيجي تحمله لموسى. في مثل بقول أب بيحمل 100 ولد، 100 ولد ما بيحملوا أب واحد، يا خسارة. شوفوا لما الشيطان بضرب صحة الأسيس، معقول؟ آه. شوف معاي فيليبي صح 2 والآية 25، حسبت أنه من اللازم أن أرسل إليكم أفروديتوس أخي والعامل معي والمتجند ورسولكم والخادم لحاجتي. من هذا أفروديتوس؟ شوفوا الآية 27، فإنه مرض قريبا من الموت. هذا أفروديتوس العامل مع بولس ومتجند ورسول لهذولا أهل فيليبي، مرض من الموت، الرب يعني راح ما يموت. ليه؟ لكن الله رحمه وليس إياه وحده بل إياه أيضا لا ليكون لي حزن على حزن. شوفوا شو صابه لأي 30، أنا عم بفش عشان ما أطول عليكم، لأنه من عجم من أجل عمل المسيح قارب الموت مخاطرا بنفسه لكي يجبر نقصان خدمتكم لي. بولس كان يخدم الرب، كانوا أهل فيليبي يدعموا ماديا، فجأة صار في كورونا، بطل في شغل، بطلوا يقبضوا الإخوة منيح. أنا عارف خلي الأسيس يدبر حاله، مو الله بيعتني فيه، المهم إحنا بدنا ندبر بيوتنا. فمسكين قطعوا عنه المصاري اللي كانوا يساعدوه فيها. أفروديتوس لما شاف هذا الوضع المستحيل أقبلك، هذا خادم الرب بدنا نكمل الخدمة، شو صار يساوي؟ أفريدوس صار يشتغل ويشتغل ويشتغل حتى لحاله يعود عن كل كنيسة فيليبي إيش كانت تساعد بولس، لدرجة وصل للموت. قارب الموت مخاطرا بنفسه حتى يجبر نقصان خدمتكم لي. من فرط الإعلانات أعطيت شوكة بالجسد، ملاك الشيطان ليلطمني. شوفوا كيف الراعي عندما يشعر انه زي شخص قريب عليه خانه، مين افضل من راعي الخراف؟ يسوع المسيح. شوفوا مزمور 41 الآية 9، هاي نبوة عن الرب يسوع واحنا بنعرف وين تمت، لسه بنشوفها. مزمور 41 الآية 9، ايضا رجل سلامتي الذي وثقت به آكل خبزي رفع علي عقبه. رجل سلام، الإنسان اللي وثقت فيه، الإنسان أكلنا من نفس الصحن. يسوع بقول هذا عن يهوذا، كل الثقة هاي اختفت، راح باعني بثلاثين من الفضة. فيش أصعب من هذا، وهي ضربي قاضي للرعاة. خياني. شوف الانتقاد والمدمي، تيماثاوس الثاني 4:14، بولس بقول اسكندر النحاس أظهر لي شرورا كثيرة ليجازي الرب حسب أعماله، فاحتفظ منه لأنه قاوم أقوالنا جدا. الحمد لله شاطرين بالكلام. بولس بول هذا أخ كان عنا اسمه اسكندر أظهر لي شرورا، شو سوى؟ قاوم كلامنا، نحن نحكي الشيء ويحكي الشيء الثاني،
نحن نقول إيش ويقول إيش تاني. نحن نقول الإخوي بدنا نعمل مؤتمر. ليش المؤتمرات يا أخي؟ فيش معنا مصاري. بنقولنا نعمل كلية لوت يا عم مندرس ولا إشي ممكن يمشي معاك. في ناس هيك من الشكل. أنت بتقول يمين هو بقول لك شماله. كل شيء مقاوم مقاوم. ليه؟ لأنه دائما في عنده إشي غلط يلاقي لك ياتو. شوفوا سفر العدد إصحاح 12. نعرف إحنا مريم اللي أخته لموسى وهارون اللي هو أخوه إخوته من أمه وأبوه تكلموا عليه. تكلمت مريم وهارون على موسى. سفر العدد 12:1 بسبب المرأة الكوشية التي اتخذها، لأنه كان قد اتخذ امرأة كوشية. فقال هل كلم الرب موسى وحده؟ ألم يكلمنا نحن أيضا؟ فسمع الرب. ترى شو عم بحكي لكم؟ موسى تزوج واحد كوشية، يعني مش كوشية يعني صادة، إنما هي من أثيوبي، أوكي، من كوش يعني أثيوبيا. فأخته مش عاجبها، كأنه منقيت له واحد شقرة من هولندا ولا من فنلندا، مش عاجبها الأثيوبي، لأنه مش عاجبها مين يتجوز. شوف كيف بتهاجم أخوها. قالا بالآية 2 هل كلم الرب موسى وحده؟ ألم يكلمنا نحن أيضا؟ شو خص المرأة بأنه الله بيكلم موسى ولا بيكلمكم؟ بس هذا هو الانتقاد، هذا هو المذمة. لما بدك تشيع مذمة مش تقول له يا موسى يا أخوي أنا مش عاجبني أنك تتجوز هالمرأة. يا أخي ليش ما فيش كل بنات البلد عنا؟ مش ملاقي لك غيرها؟ لا أثيوبية بلكي. لا لا لا، مش عاجبها. صارت تضرب صدق تكلم الله لإله. مش تقول مش بس انت دير بالك، مش بس انت خادم، احنا بنعرف نخدم، مش بس انت توعظ، احنا بنعرف نوعظ، مش بس انت تبشر، احنا بنعرف نبشر، مش بس مش بس. ألم يكلمنا نحن أيضا؟ والمصيبة انه هارون معها. الكتاب بيقول فسمع الرب. سمع الرب شو صاب؟ الرب راح ضربها بالبرص. مبارك اسمك يا رب. تعرف انه قبل شوية قلت لكم تقريبا 94% من عائلات القصوص يشعرون ويعانون من ضغوط الخدمة، لانه بالاخر بروح الراعي مطبش موصل مقطع بده يفوت عند اولاده، لا له نفس يحكي معهم ولا له نفس يسمع صراخ ولا له نفس. مظبوط ولا لا؟ شوفوا كلمه الرب شو بتعلمنا. روحوا الى رساله تيموثاوس الاولى الاصحاح 3 عن الاسقف يجب ان يكون يدبر بيته حسنا، له أولاد في الخضوع، يعني له أولاد خاضعون بكل وقار. وإنما إن كان أحد لا يعرف أن يدبر بيته فكيف يعتني بكنيسة الله؟ السلام بيته ملخبط، حياته الأسرية ملخبطة. أنا بتذكر قال إنه هو صغير كان يقول لي انت بتضلك تاركنا عشان الاخوي، ولا شيء تغير لما كبر، بس على الاقل صار يرحمني. بس هو صغير كان يقول لي انت بتضلك تاركنا عشان الاخوي. بس الاب اللي بيكون تارك اولاده، الاب اللي بيكون تارك بيته عشان الخدمه، مفروض الخدمه تحبله. شو بصير؟ بستو. شو بصير؟ بيته بيخرب. لما بيته بيخرب وما بيعرف يدبر بيته لا يجيد أن يعتني بكنيسة الله، فبتلاقي الكنيسة بتأنه بتوين. ليه؟ لأنه حياته جوا البيت تعبان، فهذا التعب بيجي لبرا. كل خدام الرب يحتاجون دعمكم. الشيء الأول، يحتاجون دعمكم. كيف يعني دعمكم؟ تعرفوا القصة عندما كان الحرب مع عماليق، إنه موسى انتبه إنه كل ما يرفع إيديه كان شعب الله يغلب،
كل ما ينزل ايديه كان عمليق يغلب. فاجوك رجال لانه ايديه تعبت بطل يقدر يرفعهم كتير. يقول الكتاب بسفر الخروج 17-12: فلما صارت يدا موسى ثقلتين اخذا حجرا ووضعا تحته فجلس عليه. ما اجمل، شوف مجرد حجر، قالوا له اقعد. ديك المرة كنت أحكي مع قسيس أمريكاني بقول لي الكنيسة أعطتني سنة كاملة بسموها بالعبراني شفاتون أو سبات، يعني بيطلع سنة القسيس يرتاح، معاشه مدفوع، بيته كل شيء بيضله ماشي زي ما هو، بيجيبه واحد تاني يرعى محله. روح يا قسيس بدني إياك تقضي وقت مع عائلتك مع أولادك، سافر ارتاح، ارجع لنا بنشاط سنة كاملة. يعني انت تركهم يوم بيصيروا يبكوا، ان ما اتصلش فيهم كل يوم بيقولوا بسألش علي سنة كاملة. فشو سودوا الجماعة؟ جابوا حجر، حجر خليه يقعد، ما هو إذا مصيركم كشعب متعلي بإيدين مرفوعة على الأقل ريحوا عشان تضل هالإيدين مرفوعة. شو بقول؟ ودعم هارون وحور يديه الواحد من هنا والآخر من هناك، فكانت يداه ثابتتين إلى غروب الشمس. قعدوا، واحد رفع له إيده هاي، واحد رفع له إيده هاي، وكلنا منعرف النتيجة كانت كيف شعب الرب غلب. محتاجين دعمكم. في سفر النشيد إصحاح 3 والآية 7، شوف الآية ولا مرة شفتها غير اليوم، تصدقين قديش صرت قاري ولا مرة انتبهت للآية. اسمعوا الآية، نشيد الأنشاد 3-7، اسمهم: هو ذا تخت سليمان الملك، هذا قائد راعي رئيس، حوله 60 جبارا من جبابرة إسرائيل. شوف الآية 8: كلهم قابدون سيوفا ومتعلمون الحرب، كل رجل سيفه على فخذه من هول الليل. شو المقصود؟ ولك سليمان لأنه كان الملك، كان قائد الشعب، كان ينام في حواليه 60 رجل حرب متدرب على فخذهم في سيوف حتى ما حدا يؤذي، حتى ما حدا يقتله. هل نحن إذا بنأخذ هذا العدد روحيا، هل نحن منصر حول خدامنا حتى ما ينأذوا، حتى ما يتعرضوا للهلاك، حتى ما حدا يغدرهم، حتى ما حدا يفشلهم؟ ما بعرف، تعرفوا ناس بيعملوا من الشكل هلال جدا 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 جدا. هدول الخدام محتاجين صلاتكم. أنا لا بدي مصاري ولا بدي سيارات، عندي سيارة حلوة الحمد لله، عندي بيت حلو وعندي كل إشي، مش ناقصني شيء، بس أنا محتاج صلاتكم. وأنا متأكد كل قسيس إيش مكان لما بتبدأ تصلي لبنادم، أنا بقدرش أصلي للأخت العامي من غير ما أحبها، بقدرش. بحكي مع الأخ جيمس بقول له صلي لابني ألين، كان شوية كفترة يعاني من الكلاوي، بقول لي قل له لألن احنا منصلي له كل يوم، مش بس لألن ولإلي ولكريستين ولولادي بأمريكا، كل يوم، مش واحد، في مجموعة صلاة، مع انهم بيعرفونيش كل يعني عن قريبه، جيمس بيعرفني اكتر واحد، بس شوف كيف ممكن تغضب من بنادم بتصلي له يوم 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 يوم. كيف ممكن تحكي على رانيا اذا انا بصلي له يوم يوم؟ بقول له يا رب دير بالك عرانيا، احميها، احمي جسدها، احمي فكرها، احمي قلبها، بارك ولادها، بارك ويليام، بارك بيير، بارك إلينور، بارك 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 حياتهم، بارك بيتهم. بعدين الاخت رانيا بتعمل شغلي بتضايقني، بابا بابا بقدرش. ليه؟ لاني كل يوم بحملها بقلبي، كل يوم بحملها بصلاتي، كل يوم بحملها باحشائي. اذا بتعمل هذا لمرتك كل يوم احملها بصلاتك، مستحيل تزعل مني اذا بتضايقك. وإذا بتعمل هذا لجوزك كمان نفس الشيء. احنا بنحكي عن الراعي الكنيسي لأنه هو ايه؟ اضرب الراعي، بس مين راعي البيت؟ الأب.
نفس الشيء أضربه راح البيت. لما يشعر بالإهانة من مرته، لما يشعر بالتصغير قدام أولاده، هذا البيت تفكفك. أضرب الراعي تتبدد الخراف. بولس بقول لهم في كورنثوس الأولى 11، الكورنثوس الأولى 1:11، آسف، كورنثوس الثاني 1:11، بقول لهم أنتم أيضا مساعدون بالصلاة لأجلنا. محتاجين صلاتكم، صلوا لي. بأفسس نفس الشيء 6:18، بقول لهم مصلين كل صلاة وطلبي، قال لهم صلوا لأجلي لكي يعطى لي كلام عند افتتاح فمي. انتوا فاهمين كيف ملكوت الله بيشتغل؟ لما جوزك بيروح على الشغل ذكروا هذا الراعي، مش أول ما يقول مرحبا، إيه ليه ما طبيتش الغسيل مبارح؟ ليه ما ساعدتنيش بالجلي؟ ليش اللمبة محروقة 20 سنة صلي أطلب منك؟ لا، أول ما يطلع من البيت باركي، روح ربنا معك، الله يباركك، الله يحفظك، الله ينجح طريقك. الله يرزقك، الله يعطيك. أول ما يرجع سلم إيديك، الله يحميك، أهلا وسهلا. بعد نص ساعة أعطيك كل الليستر بدك إياه، بس خليه يتنفس للزلمة، لأنه إذا أحبط طيب. تيموثاوس الأولى الإصحاح 5:17، أما الشيوخ أو الرعاة أو القصوص، نفس الكلمة، المدبرون حسنا فليحسبوا أهلا لكرامة مضاعفة، ولا سيما الذين يتعبون في الكلمة والتعليم. بقولك بدك تكرم حدا اكرمه، بس اللي بيتعبوا في الكلمة والتعليم اللي هني شيوخ كرمهم ضعف، الله يكرمك 4 أضعاف. قول آمين. هاي كلمة الله. إذا بنفهم هذا المبدأ بهاي الطريقة بالبيت، اضرب الراعي تتبدد الخراف. بالشغل إذا بدك العمل اللي أنت بتشتغل فيه الراعي تبع شغلك إذا انضرب، أنت راح تدفع الثمن. هذا أبو دياب عنده شركة، عنده شغيل، إذا العمال كل الوقت وز 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 على راسه على راسه، يفشلوا فيهون يفشلوا فيهونك، يحكوا عليه، بس يجي كلهم واقفينك، وبس يروح بقعدوا يدخنوا ويشربوا سجاير ويشربوا قهوة مش عارف شو. إذا هاي الشركة فشلت، في عنده 100 200 300 400 عامل راحت، هي تسكرت البيوت، فيش ايش تاكل. أما ده كل واحد عمل، شجع، رفع، ساعد، لما هاي الشركة تنجح كل العمال اللي عندك هن بيأكلوا بيشربوا. مظبوط ولا لا؟ هيك بالبيت، هيك بالكنيسة، هيك بالشغل، هيك بكل مكان. فبدي تفهم يا أختي، بدي تفهم يا أخوي، نبدأ من الكنيسة، ننزل للبيت، ننزل الشغل، ننزل للمجتمع اللي حوالينا. في هيك مبدأ، أضرب الراعي تتبدد الخراف. بدك تعيش مبسوط، بدك ترتاح، اكرموا الراعي، اكرموا رب البيت، اكرموا رب العمل، اكرموا الناس اللي الله وضعهم مسؤولين بمكان، اكرموا هدول الناس اللي الله وكلهم، لأنه بالآخر
انتوا بتستفيدوا. هيك كلمة الله، كلمة الله بتقول نكرمهم إكرام مضاعف. ورسالة العبرانيين بقول إيش؟ أطيعوا مرشديكم واخضعوا لهم لأنهم يسهرون لأجل نفوسكم، لأنهم سوف يعطون حسابا لكي يفعلوا ذلك بفرح. لما بيفعلوا الخدمة بفرح أنتوا بتفرحوا، لما يفرحوا يعملوا الخدمة بأنين أنتوا بتخسروا. بقول لك لأن إيه؟ لا أنين، لأن هذا غير نافع لكم. مش أن كمان دور يا أخوتي، بدي تروحوا على البيت. إس أنا لما بقول رب البيت، هذا مش عم بحكي أنا هنا الموضوع كيف علاقة الرجل بالمرأة، أنا عم بحكي بشكل عام. يعني مش تفكر حالك صرت ملك إسا وتأخذ الأسيس آليك وتقعد لي تعمل لي حالك إمبراطور، لا، كمان أنت لازم تدير بالك على مرتك وتشجع، عايش بتطبخ لك وعايش بتغسل لك وعايش بتحبك وعايش بتدير بال عليك، لأنه كمان هي إذا فشلت كل البيت فشل، وحتى إذا فشلت المرأة البيت يسقط أسرع كمان. بس هذا المبدأ، لازم نكرم الناس اللي الله وكلهم علينا، الناس اللي بيخدمونا، الناس اللي بيكرمونا. اكرم مضاعف، اضرب الراعي تتبدد الخراف. لحن رؤوسنا ونصلي.